اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات الوان المزيكا او انواع المزيكا اللي بنقدمها. هنتكلم النهارده عن مزيكا حماسيه جدا وقويه جدا، بيستخدموها في التشجيع وبيستخدموها في حاجات كتيره جدا، وانتوا تعرفوها وبتحبوها، وفي ناس ما تعرفش ان نوع المزيكا ده هو اللي اسمه كده. هي مزيكه السامبا. السامبا اصلها مزيكا برازيلي، مزيكا بقى كاس العالم، مزيكه الاستاد، التشجيع، الدرامزات الكتير، الطبل الكتير. فهتلاقي هنا في نوع المزيكا ده انواع كتيره من انواع الطبل، هنقول عليها يعني درامزات، يعني مش طبل شرقي يعني. فدي بيسموها مزيكه الكرنفال في الاغلب، يعني لان هي مزيكا حماسيه جدا وفيها شغل وفيها ايقاعات. المزيكا دي بتعتمد بشكل كبير جدا على الايقاعات، طبعا مشهوره قوي في ريو دي جانيرو في البرازيل. هي بيسموها كمان سامبا دو جانيرو، في اغنيه اصلا اسمها سامبا دو جانيرو، ده يعني معناها اللي هي مشهوره جدا في البرازيل، وفي الايقاعات بتاعتها مشهوره جدا. طيب ايه اشهر الالات اللي بتعزف فيها؟ معظمها انواع من الدرامز، حاجه شبه السنير درام، واحجام، حاجه كبيره وحاجه صغيره، وبيعزفوها في مجموعات. فبتلاقي مثلا حاجه عامله زي البيس درام كده كبيره، وفي منها كتير جدا، وبيعملوا بيها اللي هو الايه المارشنج، يعني مثلا تلاقي مجموعة كبيرة ماشيين ماسكين نفس الآلة وبيخبطوا عليها، وكل واحد ماسك إيقاع غير التاني. حاجة يعني بصراحة خطيرة، بتتعمل دايما في الافتتاحات الكبيرة، في الكارنفال، في الحاجات اللي هي المبهجة الضخمة الكبيرة دي. عشان نعرف إن المزيكا السامبا، هنلاقي مثلا عندهم بتاع شبه الجيتار صغير كده، شبه اليوكوليلي أكتر، اسمه كافا كوينهو. كافا كوينهو ده أكيد بالبرتغالي، بس هو شبه الجيتار خالص، بس صوته مختلف شوية، الأوتار يعني نوع الأوتار مختلفة شوية، فبتديك ستايل برازيلي خالص مع الإيقاعات، مع الحاجات دي. الإيقاعات طبعا والطبل اللي عندهم ليها أسامي مختلفة شوية عن الدرامز، مثلا هتلاقي حاجة اسمها سورد، وحاجة اسمها ريبيك، حاجة اسمها تيمبا، اللي هي الأصوات بتاعة الآلات وشكل الآلة نفسها يعني مختلف. هي في الآخر عبارة عن طبلة بس ليها تكنيك مختلف عن العزف العادي. هتلاقي واحدة بتتعزف في النص بس، هتلاقي واحدة بتتعزف في النص وعلى الطرف بتاعها تدي صوتين، هتلاقي حاجة مثلا الشيكرز بتاعتهم عاملة مجموعة على بعضها كده وبتتمسك تتعمل كلها كده. هحط لكم فيديو حلو قوي قوي في الديسكريبشن، شوفوه، هتلاقوا الإيقاعات قوية جدا. الميزة بقى إن كل آلة من الآلات دي بتعمل إيقاع غير التاني. الصعوبة في السامبا تركيب الايقاعات على بعض، الايقاعات على بعض، مجموعه ايقاعات على بعض متركبه، بيسموها اللي هي بولي ريذم. بولي ريذم اللي هو الايقاعات المتنوعه. فتلاقي مثلا ايه ايقاع مثلا حاجه في اله مثلا بتاع بيعزفوا عليها كده اسمها اجوجو، بتاع كده بتقعد تخبط زي البيلز كده، فدي مثلا تلاقي بتعمل تك 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 تن 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 تن، وتلاقي اله تانيه توم 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 توم، وتلاقي آلة تالتة تين تكم تتتوم تتوم، ولا آلة رابعة تين تتتوم تتتا. فتلاقي مثلا أربع إيقاعات أهم اتركبوا على بعض، وكل ده فوق بعضه، فيطلع لك حاجة خمسة خالص، تلاقي باترن شغالة جامدة جدا. في رتم مشهور قوي قوي في السامبا، هو عامل كده تتتوم تك تتتوم تك تتتوم تك. في زيه في العربي عندنا رتم اسمه رتم فلاحي، هو مش رتم فلاحي يعني فلاحي، لا هو اسمه كده، زي مثلا في رتم اسمه مقسوم، في رتم اسمه مثلا ملفوف، في رتم اسمه فلاحي عامل كده تتتتوم تك تتتتوم تك تتتتوم تك. فده برضو موجود في الصامبا، بس طبعا مش بالشكل ده كده، مش بالشكل الشرقي ده، خطير جدا. بيستخدموا الصفاره، بس صفاره بجد مش صفاره ببقهم، يعني الصفاره اللي بيحطوها دي ينفخوا فيها دي. وبيستخدموا التكسير في ايقاعات تم 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 تك تك تم تك تم 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 تك تك تم 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 تا 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 تم كده مثلا. ايه بقى التيمبو مثلا؟ التيمبو مثلا ينفع من 96 لحد 104. عندنا طبعا في الات بقى غير الايقاعات بتعزف، البراس سيكشن طبعا، لو ترومبت بقى والترومبون والحاجات زي كده، الالات النحاسيه يعني طبعا بتساعد جامد جدا. البيس طبعا لازم يكون في بيس جيتار او حاجه، بتلاقي الجيتارات طبعا عشان هي بتمسك الكوردات، وعندنا بيانو شبه البيانو بتاع الصلصه برضو شويه، بيكون ماسك باترن معينه تم 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 تم. الكسره دي مشهوره جدا في الصامبا، هسيب لكم شويه حاجات برضو تسمعوا الحاجات الصامبا دي عامله ازاي. طب ايه بقى الميزه في الصامبا؟ مزيكا حماسيه جدا وبترقص، وفي رقصه اسمها رقصه الصامبا، وفي مدارس بتعلم رقص الصامبا زي رقص الصلصه. البرازيل مشهوره جدا جدا بالمزيكا الصامبا دي، حاجه عظيمه جدا، وطبعا بيعملوا لها بقى ريميكسات
وبياخدوا الاغاني يعملوها ريميكس لاتين ميوزك زي السامبا وحاجات زي كده. الكوردز بتاعتهم بتكون صعبه جدا، الكوردز بتبقى شبه شويه الكوردات الجاز، فتلاقي الايقاع ماشي سامبا والكوردات بتتلعب بشكل محترف جدا مع البيانو مع الجيتارات مع الكلام ده، فبتلاقي الكوردات جازي شويه مع الريتم المختلف ده، فبيطلع لك حاجه خطيره جدا. وبعد كل ده تلاقي مثلا براس سيكشن في سولو ترومبت في مردات للبراس سيكشن اي صوت حاجه زي كده، فبتلاقي المزيكا السامبا يعني ما حصلتش. وساعات بيحطوها على مزيكا سريعه وبيت بقى وكيك كده، فيعمل لك شكل مختلف جدا. وزي ما قلنا كل نوع مزيكا ينفع نعمل له ميرج مثلا مع نوع مزيكا تاني مقارب ليه في التيمبو او ضعف التيمبو او اي حاجه. فبرضه السامبا استخدموها بالشكل ده في حاجات كتيره، تلاقي الايقاعات سامبا ومثلا معاها حاجه مثلا آلة تانية او العكس يزودوا عليها ايقاع فيديك مود مختلف، فحاجه يعني بصراحه عظيمه جدا. الالات مختلفه، التكنيك بتاع الاله مختلف، اول ما تسمع هتعرف ان ده سامبا، حاجه قويه جدا كانوا استخدموها كتير جدا طبعا زي ما قلنا في الافتتاحات، افتتاح حتى الحاجات الكبيره كاس العالم مثلا، افتتاح كرنفال كبير حاجه زي كده، شاكيرا مثلا دمرت اللون ده تلعب فيه كتير جدا، لانه هي شاكيرا كلها اغانيها باور وحماس وطوبل كتير وحاجات وكلام زي كده. مايكل جاكسون طبعا استخدم اللون ده في اغنيه اسمها They Don't Care About Us، ليها توزيع كده اللي هو في البرازيل اصلا. فمش شرط مثلا عشان مايكل جاكسون بيلعب بوب ميوزك مثلا ما يكونش عمل اي لون تاني، ممكن يكون مثلا ده بقى الميكس مثلا عمل بوب على الات مثلا من الثقافه البرازيليه او كده. فالمزيكا حاجه خطيره، عالم تاني خالص، تلاقي كل حاجه ليها حاجه، وكل حلقه اطلع فيها اقول المزيكا دي بقى يا جماعه من امتع المزيكات اللي ممكن تلاقوه. انا قلت كده في التانجو وقلت كده في الصلصه وقلت كده في دلوقتي في السامبا وقلت كده في الجاز وقلت كل حاجه ليها طعم مختلف تماما وليها جمهور وليها ثقافة. المزيكا حاجة جميلة جدا، اهتموا بالمزيكا، اسمعوا كتير، حاولوا تفرقوا بين الثقافات، أشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة.